ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل ديجي مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الأولى متوسط. المقطع الثاني حب الوطن، تحضير نصف فهم المنطوق، ليلة للوطن، صفحة 36 زائد الأفكار زائد أفهم المنطوق زائد شرح المفرد. نبدأ. ليلة للوطن. خرج نون من مكان المسؤول وكله سرور، اتكلفه قائده بهذه المهمة الخطيرة. إنه لموضوع شيق إذا عاش بعد القيام بهذه المهمة. لإضافة سطور نورانية إلى جانب ما كتبه في كراس يومياته الفدائية منذ صعوده إلى الجبل، جمع نور أعضاء فوجه الذين اختارهم لهذه العملية، فشرع في شرح أهداف العملية والطريقة الناجحة التي يجب اتباعها، كما تحدث عن وقت البدء في العملية ووقت العودة منهم. فقسم أعضاء الفوج إلى مجموعات صغيرة، وعلى رأس كل مجموعة صاحب خبرة في القتال. ثم انطلق الجميع في حركة سريعة، يتقدمهم مسعود الخبير بهذه الناحية، حيث قضى سنوات راعيا في إحدى القرى المجاورة لمكان العملية. ركز نور وجماعته على كل ما حولهم كثيرا، وفجأة سمعوا همهمة لم يفهموا معناها، فنظر الجميع إلى بعضهم، ومن خلال نظراتهم عرفوا أن هذا الجندي هو الحارس نفسه. وبسرعة البرق التقطه نور ومأسده الكاتم للصوت، فسقط الجندي أرضا، وفي هذه الدقيقة انفجرت وقنابل الانتقام من كل جهة، صوب أماكن العدو، وبدأت الصفائح تتطاير والصناديق الدخيلة تنفجر. وبعد دقائق صرخ نور 3 مرات مشيرا للانسحاب فورا من معسكر العدو. وبعد ساعة من السير المضني عاد الفدائيون إلى حيث كانوا، وعلى كتف نور رفيقه ودليله مسعود الشجاع، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن كان سببا رئيسيا في نجاح العملية. عبد الرحمن عزوق، صوماميات. شرح المفردات. شيق، ممتع. المضني، القاتل والشديد. فدائيون، فدائي وهو المجاهد في سبيل الله. كاتم، لا يصدر صوت. همهمة، كلام خفي يسمع لكن لا يفهم. نورانية، مضيئة. عفوا، أفهم النص. ماذا طلب أحد مسؤولي الناحية من الفدائي الذي كان بقربه، وهل استجاب له؟ طلب أحد مسؤولي الناحية من الفدائي بمهمة خطيرة وقد استجاب له. كيف كان موقف نور بعد إخباره بطلب مسؤوله؟ كان نور بعد إخباره بطلب مسؤول مسرورا. بما وصف الكاتب نور؟ وصف الكاتب نور بقوله: خرج نور من مكان المسؤول وكله سرور، اتكلفه قائده بهذه المهمة الخطيرة. ماذا طلب المسؤول من نور؟ طلب المسؤول من نور أن يفجر معسكر العدو. كيف كان شعور نور وهو يسمع طلب مسؤوله؟ كان شعور نور هو السرور والفرح بعد طلب مسؤوله. ما هي المهمة التي كلف نور وجماعته بتنفيذها؟ دل من النص على مكانها وزمانها. المهمة التي كلف نور وجماعته بتنفيذها هي تفجير معسكر العدو. قال الكاتب عن مكانها: وفي هذه الدقيقة انفجرت قنابل الانتقام من كل جهة، صوب أماكن العدو، وبدأت الصفائح تتطاير وصناديق الذخيرة تنفجر. أما الزمان فهو الليل، كما هو مبين في عنوان النص ليلة للوطن. نعم،
الموت يفرح في سبيل الوطن، يفرح في سبيل الوطن. أين ورد هذا ما هذه العبارة؟ في النص. حدد الفقرة وسطا. ورد معنى هذه العبارة في الفقرة الأولى آخر السطر الأول وبداية السطر الثاني. هل نفذت العملية وهل نجحت؟ نعم، نفذت العملية ونجحت. اذكر بعض أشخاص القصة من رفاق نور. من رفاق نور مسعود. الفكرة العامة، نجاح العملية الفدائية التي قام بها نور بطلب من مسؤوله ضد العدو واستشهاد صديقه. الأفكار الأساسية، تكليف القائد نور بمهمة فدائية خطيرة. الفكرة الثانية، اللحظة، الخطة المحكمة التي وضعها نور لتنفيذ العملية. الفكرة الثالثة، سماع نور ورفاقه لهمهمة الحادث الفرنسي. الفكرة الرابعة، تنفيذ نور ورفاقه العملية واستشهاد مسعود. المغزى العام، نفديك بأنفسنا يا وطني الغالي. وهكذا أعزائي تلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وآخر لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.